ويقول حفظك الله: ورد في الحديث في زيارة مسجد قباء من تطهر في بيته، يقول: فهل التطهر يلزم أن يكون في البيت ليتحصل على الأجر؟ كذا، أي نعم، من منزله، سواء البيت له ولا مستاجر، من اللي هو ساكن فيه يتوضأ من المكان الذي هو ساكن فيه من أجل أن يسير إلى قباء وهو طاهر من بداية سيره إلى نهايته. هذا هو السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.